السلام عليكم مشاهدي الكرام، حياكم الله في نشرتنا الجوية. أجواء حارة إلى مائلة للحرارة هذه الليلة، واستمرار تقلب الرياح خاصة على المناطق الساحلية والجزر إلى رياح شمالية غربية غرب البلاد. سرعة الرياح بوجه عام تراوح ما بين 6 إلى 28 كيلومتر بالساعة. 48 درجة مئوية سجلت كأقصى حرارة على مدينة الكويت، أما حاليا درجة الحرارة 40 درجة مئوية، ورياح متقلبة الاتجاه حاليا على مدينة الكويت سرعتها 7 كيلومتر بالساعة، وسماء خالية من السحب حول 20% رطوبة نسبية، ورؤية أفقية ممتازة تتجاوز 10 كيلو، وامتداد منخفض جوي ضعيف مؤدي إلى تقلب الرياح على دولة الكويت إلى رياح شمالية غربية هذه الليلة، لكن متوقع تحول الرياح إلى جنوبية وجنوبية شرقية منتصف نهار الغد، فرص لبعض رطوبة نسبية خاصة على السواحل والجزر. أما الليلة أجواء مستقرة حارة إلى تميل إلى الحرارة منتصف هذه الليلة، استمرار رياح شمالية وشمالية الغربية معانا سرعتها ما بين 6 إلى 28 كيلومتر بالساعة، سماء خالية من السحب، درجات حرارة منتصف هذه الليلة متفاوتة ما بين 33 إلى 32 درجة مئوية على المناطق الصحراوية، 36 على مدينة الكويت، وتتفاوت ما بين 33 إلى 36 درجة مئوية على المناطق الساحلية والجزر، وتستمر الأجواء الحارة أيضا معانا خاصة غرب البلاد، وتحول الرياح إلى جنوبية وجنوبية شرقية منتصف نهار الغد، فرص لأجواء رطبة نسبيا خاصة على السواحل والجزر، بفعل تحول الرياح إلى جنوبية وجنوبية شرقية، لكن رياح غربية غرب البلاد تكون جافة بوجه عام، وسرعة الرياح ما بين 8 إلى 30 كيلومتر بالساعة، درجات الحرارة الساعة 3 عصرا فاوتة ما بين 45 إلى 47 درجة مئوية على المناطق الصحراوية، 43 على مدينة الكويت متوقعة، وتفاوت ما بين 41 إلى 37 درجة مئوية على السواحل والجزر. أما الأجواء البحرية خلال 24 ساعة القادمة، فحالة البحر متوقع أن يكون خفيف إلى معتدل الموج، وارتفاع الموج تراوح ما بين 1 إلى 4 أقدام. موعد أذان الفجر الساعة 3:38، الساعة 5:07 موعد شروق الشمس، وغروب الشمس بمشيئة الله الساعة 6:41. الأجواء المتوقعة خلال 5 أيام القادمة على مدينة الكويت، توقع تحول الرياح إلى جنوبية وجنوبية شرقية ابتداء من يوم السبت والأحد، أجواء حارة وتميل إلى الحرارة منتصف الليل، لكن تكون رطبة نسبيا خاصة على السواحل والجزر، درجات حرارة متفاوتة ما بين 44 إلى 46 درجة مئوية لأعلى حرارة، ومن 33 إلى 34 لأدنى حرارة، مع سماء صافية خلال 5 أيام القادمة. تحول الرياح وعودة الرياح الشمالية والشمالية الغربية ابتداء من يوم الاثنين، وارتفاع فيه أيضا درجات الحرارة العظمى ما بين 48 إلى 49 ليوم الأربعاء، ومن 34 إلى 35 درجة مئوية لأدنى حرارة. رياح شمالية غربية بوجه عام خفيفة إلى معتدلة السرعة، أعلى سرعة لها تراوح ما بين 35 إلى 30 كيلومتر بالساعة. تنتهي نشرتنا الجوية، عودة للزملاء بعد درجات الحرارة والطقس المتوقع حول العالم.